نمشيو نبداو نجاوبوا على الاسئله باش هكا ما يدركناش الوقت رفقتك. دونك ابراهيم من الدار البيضاء اللي تكلم السيده ديالو من العائله اللي عندها ونسيسه في العنق، يعني بقات حتى كبرات جمعت معها مجموعه من العروق اللي مرتبطين بالمخيخ ما كتقدرش توقف، عطاهم ان خاصها تعمل عمليه ولكن الاطباء قال لهم ان العمليه النسبه ديال النجاح ديالها قليله بزاف. حنا دابا اليوم حنا ما خاصهم يتبعوا مع الطبيب ديالهم، خاصهم يشوفوا الاتجاه الطبي 100%، غير هو حنا غنعطيو غير فقط اشارات او نصائح اللي نقدروا نساعدوا بها ابراهيم. نعم، اذا الرساله ديال جميله واضحه. نعم، ان خصنا ضروري تكون متابعه طبيه، حيت حمق لي ليغيم ما تعرفش يخدم بها وبغى يكشف كي غادي يدير ليغيم ضروري منها، لابد من هذه المراقبه الحثيثه بالتحاليل ديالها، فالطبيب ضروري. ولكن عقلوا على جوج كلمات مهمين، زيت الزيتون على الريق بالنسبه للحاجه اساسيه تعطينا امبون اوكسيجيناسيون، بمعنى انه الجسم تبدا تيشتغل، القرق التامين، الجسم الخدام، الحيويه كاينه والمناعه كاينه، هادو اساسيين. ثانيا انتم بشويه قويل اساسيه وبصيله وعسيله، تكون عسيله رفيعه بحال الدغموس او زكم بالنسبه ديال 70 غرام ديال غذاء الملكات مع بصله معلقه كبيره مع عسل معلقه كبيره في كاس كبير ديال الماء مغلي اقل شيء 9 المرات، ودي مساج في ذاك البليصه بزيت الزيتون، قرا آية كرسي، قرا سوره الرحمن، قرا المعوذتين، قرا السنه النبويه في مع اشاره ديال الله عندنا سوره الفاتحه 7 مرات على المكان المريض. نعم، واعطينا واحد وتغذيه تكون نباتيه ما استطعنا، وإلا لكان فقر الدم ولا تونسيون نازله تنديروا طاجين الحوت. نعم، 300 غرام ديال الحوت مع خضيره، ونختاروا ناخذوا القوق وناخذوا الخرشوف، عاود نوع نديروا لوبيا الخضراء ونديروا معدنوس ونديروا خزو عصير طري مع الفواكه وندخلوا ليزونتي اوكسيدون. التجربه اللي عندي في هذا النوع من الورسيسات كانوا في الريه بحال لي ساركيدوز، كانوا في الدماغ بحال هذه الحاله هذه، كانت بعد نجاحات جميله جدا، والاطباء حبدوا هذا الاسلوب ديال التنقيه وتيسهل لهم حتى الخدمه. نعم، حتى لا كان شي تدخل علاجي او تدخل جراحي او تدخل أسهل. تدخل ديال راحه المريض، ممكن يعطيك دي ريدوكاسيون، يعطيك دي مساج باش الانسان يتطلق شي شويه. مهم، اذا خذ لي هاد النصائح الاساسيه اللي عطيتكم واعطوني اخبار كل جوج سيمانات، ما تبعدوش علينا واعطيونا. نعم، اخباركم وان شاء الله رمضان يدخل عليكم بالرحمه بالرحمه والرحمه معافات ان شاء الله. دائما الابواب مفتوحه على كل المستمعين، سواء تواصلوا معنا فاش كيبغيو يعاودوا يتواصلوا معنا، فاحنا كنبغيو صراحه ان نتبعوا معاهم الحالات ويعاودوا يعطيونا خبر على الحالات سواء ديالهم سواء ديال العائله ديالهم. ارقامنا دائما راه الاشاره 05 22 36 10 36 او 05 22 36 035، غير خليكم معنا تلاقاو بعد الفاصل الغنائي. لا، الارقام ديالنا 05 22 36 10 36 او 36 05 36. نمشيو للسؤال ديال فتح الله من بني ملال. فتح الله اللي كيقول ان عينه اليسرى كدمع له وكانت يعني منفوخ عليه، مشى عند الطبيب، حاليا انتفاخ الحمد لله زال، ولكن مازال عنده مشكل ديال الدمع عند العين، ولكن ما رجعش عند الطبيب. فتح الله خصو يرجع عند الطبيب ديالو باش يشوف المراقبه ويشوف هذه الادويه اللي عطاه. مراقبه امان، ليس تعرف راسه فين هو، وحتى لي غوبيغ تعرف راسو اش خصو يدير وفين هو. اذا فاول شيء تنصح الاخ الكريم فتح الله هو تمام شويه قويلب، مهمه من باب المناعه ومن باب راحه الجسم، حتى الالم تيخف مع تمشي شويه قويلب، تدير مره جوج حتى ثلاثه المرات. تقطيرات البصل، تاخذ شويه البصله تحكها شويه الماء مغلي تخليه يصفى 10 دقائق وتقطرها في عينيك 3 5 6 10 مرات، مهمه جدا. هي البصله معقمه للعين لانه هو تيتكلم على ميكروب، ميكروب في العين معقمه معقمه واحد، وثانيا منقيه حتى ذاك القنوات ديال العروق من جهه، او ديال القنوات ديال لو كانال ديال الدموع، ذاك القناه ديال الدموع سبحان الله تتنقيه وتتخويه. ثالثا تعلم ديال الحيلات في الجنبات العين، جوج ثلاثه نورمالمون عندي ناس بين 3 حتى 5 الاسابيع كتكون راحه خاصه جدا. ولكن احيانا ذاك القناه تتكون لاصقه ستينوزي لاصقه، وهذه القناه متى تلصق يعني خصها اعاده بناء، فاش خصنا نديرو؟ لابد من بصل عسل ماء او عسل حبوب لقاح ماء مغلي. هنا تنعاودو نبنيو القنوات مع لسعات النحل في الجنبات، سانو بخونت 3 شهور انت ملي غادي تتبع هذا الاسلوب غتبدا تشوف راسك انها الجسم تبدا يرتاح. غادي كل 30 يوم دير مراقبه طبيه عند ديكونستيك على العوينات واعطينا خبر، غتكون امور جيده ان شاء الله. ولكن نباتي
100% اساسي. نمشيو للسؤال ديال يوسف من شيشاوه. يوسف اللي كيتقلق وتيتعصب قال لك على الاقل ما هي حاجه يعني شي اشياء بسيطه. تكلم انه كي مشاكل على المستوى البطن ديالو، قال لك كيحس بحال الدق، يعني انا كيحس بحال دقات القلب كاين على مستوى البطن ديالو. تكلم على الدوخه اللي كتجي، كان دوز عند الطبيب قال له بومزوي، عطاه علاجات لمده 3 شهور قالوا يكفي، ولكن لاحظ يوسف انه فيما تيتقلق كيطرى له نفس المشكل. اجي نعطيو علاج التقليقه يعني. طبعا اش الحاجه شي وصفات فعلا كاين شي وصفات اللي كتهدئ الانسان كتخليه مهدئ مع العضو ديال الجهاز العصبي على نعم. المسيرنات ونعطيو شي اساليب ممكن يعالج بها التقليقه. نعم. اول شيء هو لسعه النحل حول السره 3 5 7 9 نهار ليه نهار لا. اذا الحال تبدا بثلاثه هذا الاسبوع الاول، تقدر تمشي لخمسه الاسبوع الثاني، تمشي حتى لسبعه حول السره مزيان. نعم. ثم شويه قلب هائله، لا من ناحيه العصب، لا من ناحيه المناعه، لا من ناحيه ارتخاء، الانسان تيرتاح. نعم. حاجه اخرى هو نباتي 100% اساسيه، ولكن الموضوع شنو هو عندنا هنا؟ لا ريفيتاليزاسيون ديال الجهاز العصبي، اعاده تنشيط الجهاز العصبي، ذاك لي سينابس خصهم يعاودوا يتنقاو باش يبدا يتحلوا مزيان ويشدوا مزيان، واحد جوج واحد جوج واحد جوج بطريقه عاديه. ثانيه خصنا نشطوا لا نورو ترانسميسيون، العروق لو نير خصو يدوز لا كومينيكاسيون دوز نقيقيه في امان الله. الى خدمنا عن طريق اللسعات عندنا نجاحات مزيان. تا حاجه اخرى هو نتعلموا ناكلوا خيزو في لا فيتامين سي لي بيتا كاروتين، المعدنوس، لا بروفيتامين ا، ولا لا كلوروفيل، ولا الاملاح المعدنيه، هذا كالسيوم، هذا سيلينيوم، هذا مسائل، هادو نتعلموا ناخذو مخضرين مع الليمون، مع التفاح، هادو عصائر، نركزوا عليهم بخصوص من بعد العصر، ما كاين غير هاد الشيء هذا، عصائر ما طيبينش، 100% فوائد، صفر بقايا، إن شاء الله. هنا تحس على أنه مع اللسعات ومع التغذية الصحية النباتية، غتكون نجاحات متميزة، عندك تكتم 90% اللي في 3 شهور الأولى براو، والمراقبة الطبية ديالك شنو هي؟ غتمشي عنده، غادي يعطيك توجيهات، ويشوف لك إلى أي مدى هذا العصب مازال عندك، ولكن تبارك الله 3 شهور كانت نتائج خارقة. إن شاء الله. إذا ناخذ مكالمة أخرى كتنتظر على الخط 0522-36-10-36 أو 0522-36-05-36. أم مريم من العيون، صباح النور أم مريم. السلام عليكم أختي، كدايرين بخير؟ الحمد لله، مرحبا. كدير الدكتور؟ كدير الأخت حمزة جميلة؟ عواشركم مبروكة؟ علينا وعليكم الصحة والسلامة. الحمد لله، مرحبا. عافاك أختي، بغيت نسول الأستاذ كريم عبد العلوي، أنا كنعاني من مرض الصدفية. أييه. كنعاني منه تقريبا شي 13 سنة دابا. شحال العمر ديالك دابا؟ دابا عندي 21 سنة، كنت كنعاني منه ملي كنت عندي 7 سنين. ما يكون باس. كان في الاول بدا لي غير بفروه الراس، كاين لي في الشعر ديالي وفي اليدين وفي الركابي، ودابا زاد لي الذات كلها، انتشر لي، جا لي لوجهي، جا لي الذات كلها. ولكن ام مريم قول لي، واش مشيتي عند الطبيب هاد 13 عام؟ مشيت تما خديت معاه، كندوز مع الاطباء، كيخرجوا لي الادويه كنستعملها، كتنقص ليا انفو، تنقطع الدواء صافي ما تيبقى. وترجع لي عاوتاني. شنو السبب ديال هاد الصدفيه؟ والله اختي ما عرفتني، ملي كنت صغيره كانت هي ما عرفتش منها، ملي كنت كندوز كيقولوا لي الاعصاب، سميتو ولكن من العيون. نعم. الشرقيه ولا الصحراء؟ الصحراء الجنوب. نعم، ما كنسمعكش. العيون ديال الجنوب. الجنوب ولا جيت وجده؟ نعم. حاليا ام مريم قلتي لنا عندك في الجسم ديالك كامل هاد الصدفيه ياك تقريبا؟ في الجسم كله. وجاتني دابا حيت تقريبا عام ونص هادي باش ولدت، جاتني حتى الصدر ديالي، وكنرضع البنيه وكنخاف انها تعاديها. نعم، واضح السؤال. ما مشيتيش عند الطبيب ديالك حاليا في هاد الوقت هذا؟ لا اختي، قطعت الطبيب تقريبا، دابا ما بقيتش، داك الدواء اللي كان خرج ليا هو اللي باقا كنستعمل، كينقصها ليا، ولكن باش انها تمشي في الصفه النهائيه ما يمكنش. هو كنظن على ام مريم الدواء اللي كتستعمل حاليا هو اللي خرج لها الطبيب النوبه الاولى، وبقات كتستعمله بدون ربما استشاره، خاصه كل مره تمشي عند الطبيب ديالها. الدواء كيتبدل، راه كيعطيهم بروتوكول اللي خاصهم يمشيوا عليه، يعني ديال المساله ديال العلاج. حنا كنعرفوا الامراض الصدفيه من الامراض اللي كتقدر الانسان كيبقى يتعايش معها، كتنقص وكتطفى بشويه بشويه من خلال الادويه، من خلال العلاجات، ومن خلال ان الانسان ما يتعصبش، ما يتقلقش، ما يتوترش. فعلا. هذه من خلال المختصين اللي كانوا في هذا المجال، كانوا حاضرين معنا، قالوها شحال من مره.
حيت الدكتور اللي كنت متبعة معاه عطاني الأدوية، تيقول لي راه جاني صراحة تيقول لي هاد الأدوية غنعطيهم ليك راه غير غينقصوا لك، أما شي حاجة اللي غتحيد لك بصفة نهائية غتجي من عندك أنت يا أم مريم، غتجي من عندك أنت، خصك دير واحد المجهود كبير، ولكن صراحة ماشي سهل. وكنعرفوا أن صدفية كيف ذكرت جميلة من خلال الأخصائيين فكيكون غالبا مصدرها هو مصدر نفسي، يعني كتجي بزاف الناس بسبب التوتر بسبب العصب، ولكن إن شاء الله نعطيو ربما إلا كاينين أشياء اللي هي طبيعية ممكن تخفف. وحنا دائما تنتكلموا كيف كنا كنجاوبوا على السيد اللي قبل منها التوتر وكيفاش نتخلصوا من هذا التوتر، كل واحد وسبحان الله كيفاش كتجيه كيجيه المضاعفات ديال هذا التوتر. نكملوا الإجابات إلا سمحتي أستاذ كريم عبيد العلوي، نمشيو للسؤال ديال عبد الله من الصويرة، عبد الله اللي عنده الجلالة ديال العين وفايت له تواصل معنا. جلالة حاليا ولات قاصحة وغليظة لدرجة أن الأطباء اقترحوا عليها عملية تقليدية ماشي يعني بالمواصفات الحديثة ديالها. عبد الله بن الصويرة بغى يعني يعاون شوية بأشياء اللي هي طبيعية واللي ممكن أنها تلين هذيك الجلالة. جلالة ميتة قصح، من الأفضل شوف الطبيب وجلس معاه وفسر له التخوف ديالك وحاول دير العملية باش تحيدها. نعم متفقين. فقط أنه الوصفة اللي غتتبع عطاتني نتائج، ولكن على كل حال في البداية ربما ديال عطاتني نتائج في 3 شهور الأولى، وكي اللي خذته حتى 5 شهور. وعلى كل حال حنا اللي تهمنا حاليا نراجع معك بعض النقاط وحاول تستعملها وجلس مع الطبيب ديالك وما يكون إلا خير. فاللي كان هو بحال مثلا البصل 3 مرات تقطيره بالطريقة اللي تكلمنا، عسل في الليل ولكن نباتي 100%. نعم. والاغرب من الوصفات اللي تات لي الانتباه ذاك ماء بصل عسل اللي تكلمنا عليه، بالخصوص يكون عسل الزكوم فيه 60 غرام ديال الغذاء 7 مرات في اليوم كشوربه. كاينين ناس 3 شهور مشات لهم الجلاله بلا ما قطروا حتى شي حاجه في عينيهم. يكفي تاخذ ماء بصل. اذا حاول تراجع ماء بصل عسل 7 مرات في اليوم ونباتي 100%، كثر لي من المعدنوس خزو. خزو اكل بالطبع، حيت كاين اللي تيشوف خزو مره ساعه في النهار تيقول تحيد الجلاله، لا خصنا ناكلوا خزو مزيان ونقطروا البصل ونكحلوا بالعسل، وان شاء الله مع ساعه تنحلوا الحجامه. حاول تمشي في هذا الاسلوب هذا، واخا تحيد الجلاله حاول تمشي في هذا الاسلوب هذا واحد المده ديال 3 شهور كتعميق العلاج وتعميق التغذيه وتعميق المناعه ديالك. وعطينا خبر كل 3 اسابيع ورمضان مبارك والله يخفف عليك ان شاء الله. نتلقاو الاسئله ديالكم على الارقام 05 22 36 10 36 او 36 05 36. خدينا مجموعه من الاسئله، مازالين في الاسئله ديال كتقلل العصبيه وكتقلل الضغط وربما تخلينا فخش من الداخل من برا كيف كنقولوا. يعني كل واحد عصبيه كيفين كتجي، كاين الناس اللي كيقولوا كنتقلقوا كيقبطنا البطن ديالنا او هذا، فالناس كيمشيو على بومزوي وغير. كاين الناس اللي لا، كيف شفنا السؤال الاخر ديال المستمعه الكريمه، توتر العصبيه بالاضافه لامور اخرى هذه طبيا تنشوفوها جاتها الصدفيه. كاين ناس اخرين اللي كيقول لك ملي كنتعصب يعني الدقات ديال القلب كيكثروا، ذاك الخفقان ديال القلب. كاين مجموعه من الامور هادشي كله ملي كنجيو كنرجعوا كنشوفوا المحيط ديالنا بلس المساله ديال هاد العصبيه اللي كاينه. انا لحد الان بغيت نعرف صراحه واش كاين شي حوايج اللي فعلا ملي كتاخذهم كيهدؤك. حنا كنعرفوا كاين مشروبات اللي كتاخذها، التيزان اللي كتاخذهم كيخفوا عليك او كيهذا، وكاين حتى اشياء اللي هي طبيه. حنا طبي الانسان ملي كيمشي عند مختص وهذا راه اكيد كيعطي علاجات طبيه وما الى ذلك. اليوم معك بما انك باحث الوصفات الطبيعيه نبغيو نعرفوا واش كاينين شي حاجه نشربوها تخفف الضغط، شي حاجه نشربوها الضغط بمعنى الضغوطات ماشي ارتفاع الضغط او غيره، ديك التقليقه والعصبيه. اول شيء اللي تنصح به هو الرضا. نعم. الانسان يرضى باللي هو فيه. اكيد هذه مساله. ما يرضاش دغيا تينفر من اي حاجه. نعم. ثانيا يكون طموح كبير ما يكونش صغير. انا صحتي غنتهلا فيها. ندير الرياضه، نخرج الاستجمام، العلاقات ديالي مقلقه نحيدها. نعم. كاين علاقات مقلقه ما عندنا ما نديرو بها. الباب اللي قال لك من الريح سدو السريع يعني. والعاطفه اكثر من اللازم بركه منها. نعم. الانسان يعقل احيانا الامور اللي تيدير، هذه فين تتوصل، هذه فين تتوصل، هذه فين تتوصل، وتنحيدوا علينا الامور المزعجات. ثانيا لقينا راسنا على انه هذه سهله بالهضره يعني. كلام صحيح ولكن خصها برمجه. وحاجه اخرى الا سمحتي استاذ وقلناها قبيله في اثناء الفاصل، ما نشوفوش مشاكلنا هي انها اكبر مشاكل في العالم، راه كاينين الناس الا شفنا مشاكلهم وشنو كيعانيوا راه ربما غادي يبان لنا الحويجات اللي عندنا راهم خفاف بزاف وهينه قدام مشاكل اخرى. كلام صحيح، وهذه كلها امور الانسان ينتبه لها. اذا حتى لك الهدف كبير
ماشي بغيتي يكون هدف صغير، ولكن الهدف متميز بعيد من الانانيه غادي يكون اقوى باش الانسان يقدر يغلب عليه. ثانيا لقينا لا فيتامين سي ضد هذا النوع من التقلقه. نعم. لقينا مجموعه ديال الكلوروفيل مهدئه لانها تعطيك واحد تدفق الدم بشكل جميل جدا في الجسم ديالنا. لقينا راسنا الفواكه والخضار المنقيه اكثر ما هي اكثر ما هي اي حاجه اخرى، بمعنى ماشي التغذيه ديالها خفيفه دغيا تدوز الجسم ومنشطه، ولكن تتنقينا من لا سيلوليت، تنقينا كثير من الامور اللي تتقلصق بالجسم. هذه لاصقة بالجسم شويه التعب. كذلك كاين الامور اللي تلقى فيها مهمه في لا نورو ترانسميسيون بحال الاسيتيل كولين، كاينه في العسل، كاينه في لا جولي رويال، كاينه في البولين، هذوك تيعاونوا تينشطوا. كذلك كاين دي مساج، دي مساج تيستعملوا وعطاو نتائج هائله. وتنخدم بزاف بالماء المغربي في هاد الحوايج مع الثوم مشوي، هادو جوج مهمين. الثوم مشوي تنديرو قويلب فتينقي، والماء مغلي تيخوي كثير من الحوايج بجسمنا. على الريق ما تنصحش به، تنصحوا به بين بالك 10 الصباح 11 قبل الغداء عاود في العشيه، لانه تيخوي كثير من الامور جسمنا من الاحماض بدون اي اضافات. يعني الماء مغلي لا لا، من الافضل بدون اضافات. مزيان كان تبغي يزيد الحامض، الحامض منشط لا سيترونيل. نعم. كان تبغي ديفلو العسل مثلا، ولكن انت تفضل يتخاذ بوحده حتى عمليه التنقيه تكون جميله وتكون محايده.